الراديو 90-90 هواها مصر. الضحك لو شافك واختفى بيرجع مع فاطمة مصطفى، الضحك مع ضيوفنا ده بالشفا وهتنهار. ما تيجي نلعب. ورجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على الراديو 90-90، ولسه منورنا نجم الجميل الفنان الاستاذ سيد رجب. منورنا والله. والله انت اللي منورين. وهنبدا نلعب، بس معانا الاول تليفون. الو الو. ايوه ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. احنا مفتقدينك جدا على فكره الصبح، احنا من اشد المعجبين بيكي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، يعني على الصبح كنت بتصحصحينا كده. تعالي بقى بالليل بقى، انا بقيت خلاص شهيصه بالليل. ايوه وراكي اهو وراكي، بس المفاجاه بقى ان انا مي محمد رجب. يا حبيبتي يا ميود ازيك؟ احنا اسره مع بعضينا. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت كله كويسه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. احنا اصلا بنحب فاطمه قوي يا عمو. والله العظيم والله. والله كانت. يلا تصاحبوا مع بعضيكم بقى. عرف لنا بقى المشاهدين على مي. دي مي، دي بنت اخويا واختها مروه واخوها محمد، وبحبهم موت. ربنا يخليكم لبعض يا رب. وانا مقصر معاهم خالص علشان بشتغل الفتره اللي فاتت كتير جدا. الله يعينك. بس هم مقدرين حاجه كده من عند ربنا، احنا مقدرين يا عمو، مقدرين يا عمو. هتفرج عليك. اكيد والله. لا ولوجي بقى يا عمو، مش هقول لك لازم كل يوم تشوفها بالعروسه يعني. والله العظيم انت كويس قوي. السنين كويس قوي الحمد لله. وفعلا هو مسلسل يعني بصراحه كلنا مبسوطين بيه، تحس ان هو احنا كده والعيله. طب الحمد لله. الحمد لله. ولوجي اهي بقى اتكلمك يا جدو. يلا بينا. الو ازيك يا لوجي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت وحشاني موت. وانت كمان. طب مش هتجيبي ماما وتجيلي بقى؟ نعم. هاتي ماما وتعاليلي بقى يا شيخة. حاضر. والنبي قولي لها تعالي بقى، روحنا لعم سيد. ماشي ماشي. نورتينا يا لوجي. ولا الجد ولا الجد يا بنت؟ اول عروسها عجبني قوي. كويس قوي. كويس قوي. حبيبتي نورتينا. وانت كمان. ميرسي يا حبيبتي. سلمي على مامي. حاضر. ماشي يا حبيبتي. ميرسي يا مي. باي باي يا مايودي. باي 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 يا حبيبتي. مكالمة جميلة دي، حاجة جميلة خالص. انا قلت هنلعب هنفك بزيادة. قال لك كده.